السلام عليكم. الأرض ديالنا تحتكم مسارية، وهذه 20 عام هي مشريه عندنا. حنا عينا ما نقف مظاهرة، عينا ما نعطيو في الفلوس، عينا ما كنجمعوا. ها حنا منعملوا، حنا منعملوا، حنا رانا طيبنا. والإنسان في كراز الناس، ما عندوش باش الإمكانية باش يمشي يشري شي حاجة أخرى. واحد لا حاجة عملوها معنا بحطرة. نبني ولا سلموها لنا ولا في شي، أنتم كيعرفوا القانون اللي ديرها. هذا كنطلب أنا، كنطلب الحقوق ديالي. الأرض ديالي تسلم. يعني كتكون الأرض ديالكم هي حداكم كتضيع وتحيا. كتضيع وشكون خليك تبنيها؟ يلا نمشي نبني طيحوا لها. نمشي نعمل شي حاجة ما يجاوبوش علي. ها الرخصة، ها المشروع، ها ما عرفتينيها، ما عرفتينيها. أنا فكنا واحد طريق. ما نبقاوش فكرة الناس، في ديار الناس. ولا نكملوا. هذه 20 عام هي مشري. شنو من رخصة ماشي هذا أنا كنضيع الحقوق ديالي، الأرض ديالي تسلمني. الله يرحم والدين ديالكم. وقفوا معنا واحد طريق سلمونا الارض ديالنا. حنا مين بلغ 100 سنه ولا 70 سنه لا يمشي. هذا كنطلب. الله يرحم والدي. وقفوا معنا. السلام عليكم. حنايا في هذه الارض هذه الوضع ديالنا هذه 1999 وحنا كنواجهوا هذه المشكله هذا ضربه القر. دابا حنايا باغيين تصريح من عند السلطات كتابي يعني اللي غادي نعرفوا راسنا المشكل ديالنا بالضبط باش نعرفوا الطريق اللي غادي نسلكوها. اما حنا بالنسبه لينا حنايا يعني اسمح لي المشكل اللي كيقولوا لكم كاينه في الارض بالضبط شنو هو؟ المشكل اللي كيقولوا لنا بالضبط في الارض هو انها فيها الربط القار وما تقدر هي حاليا في واحد الوضع مجمد ما تقدر تبع ما تقدر تشرى. ولكن حنايا مع اذا كان هذا المشكل فيها بالضبط خلقنا السلطات المشكل وباغياها يعني شي مشروع حنا ماذا بينا ماشي مشكل. اذا احتجت الدوله حنا ماشي ضد الدوله ولكن جلسوا معنا على طاوله الحوار ويعطيونا يعني اذا كان شي تعويض اللي يعني الهضر عليه سيدنا تعويض دابا ماشي التعويض ديال 20 عام لكن حنا معاه او يدونا بقع ارضيه بديل هذه ماشي مشكل معاها ولكن يعني جلسوا معنا على الحوار ويعطيونا يعني جواب حقيقي. واخا طلعتوا للرباط وما قالوا لكم هذا المشروع تلغى؟ نعم كنا مشينا للرباط قالوا لنا هذا المشروع تلغى. وحنايا حنا مواطنين مغاربه الدستور المغربي كيعطينا الحق في المعلومه الصحيحه. هذه هي حنا اللي خصنا مع عند السلطات يعطيونا المعلومه الصحيحه اللي حنا مواطنين المغاربه من حقنا فيها. باش نعرفوا هاد الضعفاء هادو اللي عندهم هاد 44 قطعه يعرفوا راسهم انهم الحق ديالهم مازال كاين في هاد الارض هادي. اما يبقاو على هاد الوضعيه هادي راه ماشي مصلحه الساكنه. والمنتخبون ما كينتخبوا في المدينه الا يدافعوا عن على المواطنين. اما باش يبقاو يتجاهلونا بهاد الطريقه بواحد الطريقه اقصائيه راه كدور الساكنه بزاف وخصوصا ان هذا الوباء هذا كورونا يعني ضرب الناس بزاف وعند رزق اللي تقدر تصرف فيه ولكن كتعاني من عند السلطات هاد المراوغات هادو ويعني ماشي شي جواب يقين اللي يقدروا يديو عليه وشكرا. الرساله ديالك للمسؤولين؟ الرساله ديالي للمسؤولين انهم يجلسوا مع الساكنه وواحد الضمير حي يعني يهضروا معنا على الوضع الحقيقي ديالنا اللي هذا 25 سنه حنا كنعانيو منه وشكرا.